السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نوجدو مانته. مانته هي واحد الأكلة تركية مشهورة عندهم بزاف، فكنحتاجو العجين وكنحتاجو الحشوة. هي كتجي بنينة ورائعة، فأجيو نكتشفوها جميع. هنايا عندنا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، وعندنا بيضة، ونص معلقة صغيرة ديال الملح، والماء باش غادي نجمعو العجين. ويفضل تكون العجينة نخليوها قاصحة. لأننا مازال غادي نخليوها، يعني نقسموها على جوج ونخليوها ترتاح في كيس بلاستيكي على ما نوجدو الحشوة باش غادي تعمر. اذا هنايا كنوضعوا العجين ديالنا في كيس بلاستيكي كي كتشوفوا. لتحضير الحشوه كنحتاجوا بصله صغيره محكوكه، 250 غرام ديال اللحم المفروم، وكنحتاجوا ايضا التوابل وجوج ريوس ديال الثومه محكوكين. اذا هنا التوابل عندنا كمون، ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، ونخلطوا العناصر كلها. اذا هنا كناخدو العجين، كنرشو الطبله ديالنا بالدقيق، وكنطلقوا العجينه جيدا حتى كنحصلوا على عجينه السمك ديالها يكون متوسط، يعني ما يكونش رقيق بزاف، ما تكونش غليظه بزاف. هنا الطريقه باش غادي نقطع العجينه، يعني انا اختاريت نقطعها بهذا الشكل، يعني ما كتنحصرش في هذا الشكل هذا اللي غادي نقطعها انا به، كل واحد وطريقته. انا اختاريت هذه الطريقه، هذه كنقطعوها بهذا الشكل حتى كنحصلوا على مربعات صغيره. هي من طبيعه الحال كل ما كانت ديك المربعات الصغيره كتجي احسن، كيجي الشكل ديالها صغير كتكون مزيانه. اذا من بعد ما قطعت العجينه بهذا الشكل مربعات، كنوضعوا الحشوه القليل فقط، كل مربع كنوضعوا فيه القليل حتى كنساليو، ثم كنطويوها بهذا الشكل هذا. كنحصلوا على وريضه صغيره كي كتشوفوا، كنجمعوا الجنيبات، تنجمعوا الجنيبات في الاول بهذا الشكل والجنيبات الاخرين، ونضغطوا هاد الأكلة هادي أو هاد مانت. يعني ما مقتصرش فقط على هاد الشكل هذا، ممكن نرقاوها في يعني على شكل جعبة بحال شكل ديال لي بات مقارونية أو لهاد الشكل هذا، ممكن بزاف ديال الأشكال. أنا اختاريت ندير هاد الشكل هذا لأنه فعلا كيجي زوين وسهل في نفس الوقت. كنستمروا في نفس الطريقه حتى كنكملوا المربعات ديالنا كلهم. اذا هنا من بعد ما كنساليو مانتيه، كنوجدوا طنجره كنوضعوا فيها الماء، كنخليوه حتى كيسخن كيبدا كيغلي، عاد كنرميو فيها مانتا مع معلقه صغيره ديال الملح،
وكنخليوه كيطيب مدة 15 دقيقة حتى ل 20 دقيقة وهو كيطيب. لتحضير لاصوص كنحتاجو 3 معالق كبار ديال الزبدة، كنوضعو معاهم 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون. فاش كدوب لينا ديك الزبدة كنضيفو 1 معلقة كبيرة ديال طماطم مصبرة وكنضيفو معاها 3 دريوس ديال الثوم محكوكين. هما بالنسبة للأتراك كيوضعو الثومة مع الياغورت، أنا صراحة ما كنقدرش عليها هكداك، فكنديرها مع لاصوص كتولي كطيب كتولي خفيفة شوية. كنضيفو الثومة وكنضيفو الملح 1/2 معلقة صغيرة وباقي التوابل الأخرى، عندنا فلفل أحمر، البزار، والسودانية كنديرو راس ديال السودانية، تتبقى مسألة اختيارية، اللي ما بغاش يديرها ماشي مشكل. كنحركو ديك مطيشة حتى كطيب لينا، للإشارة فقط هاد مانته بالنسبة للأتراك اللي كانوا ناويين غادي ياكلوه في نفس النهار، مثلا طيبوه في الصباح كياكلوه في العشية كيوجدوه، إلا كانوا ناويين يحتفظوا به يعني 3 أيام مدة 4 أيام عادي يتناولوه، شنو كيديروا؟ كيسخنوا الفرن وكيدخلوا المانتيت، كيديروه في واحد لاطه ديال الفرن، كيديروا بطبيعة الحال بابي سلفيغيزي وكيدخلوه مدة 10 دقائق في الفرن، عاد كيديروه في البلاستيك وكيديروه في الثلاجة. فأنا كندير نفس الطريقة، واخا كنكون غادي ناكلو في نفس اليوم كندخلو الفران كيسخن مدة 10 دقائق وهو في الفرن، ثم كنوضعو يتسلق في الماء. بالنسبة هنا للاصوص أنا هزيت داك الماء ديال المانته، هو كيعطي واحد البنة لديك لاصوص. وآخر شيء كنوضعو النعناع يابس وكنطفيو على لاصوص ديالنا، هي واجدة. إذن هنا كناخدو الياغورت طبيعي 3 المعالق كبار حتى 4 المعالق كبار على حسب، ثم كنطربو داك الياغورت بالمعلقة بهذا الشكل، إذن هنا كنوجدو طبق تقديم كنوضعو فيه مانته كنصفيوه من طبيعة الحال، ثم كنضيفو الياغورت من الفوق بهذا الشكل، ومن بعد كنوضعو لاصوص كيجي المنظر ديالو غزال صراحة، والمذاق كيجي روعة. نتمنى طبق اليوم ينال إعجابكم وبصحتكم وراحتكم.